يملك الصوت يغني بإحساس يتميز بخفة دمه على المسرح. أحمد عزت من مصر مشواره كان حافل بالأكاديمية. أنا مش عايز أعيط، ناس تعبت بجد عشان ياخدوا حريتهم. تغني للي ماتوا علشان يعملوا كده. بيأدي أحمد عدة ألوان غنائية فتميز باللون الفني. شباب الغالي ضيعته، أنا جي في الهوى اسمك وأملي لما صورته في أجمل صورة كان غالي علي وضيعني ارحم عذابي. افرح ارقص غني قد ما تقدر عيش، دي اللحظة اللي تعدي بتروح ما تجيش. ميت قلبي وقع من دمعة عيني، كل ما اقول انساك توحشهم صحيح. أجري وأسأل عنك قبل ما انت تجيني، أضحك نوبة وأبكي نوبة وبعدها توبة توبة. وكمان أحمد غنى باللون الجبل. تسلم لي شعرك هماعم يا حلوة كل المواسم، الله اسم الله صوت يخلع العقل كتير له صوتك. انا اللي عم بقول لك في رن في حنين بالصوت كتير مميزه. يا هوا روحي اللي كتير اشتقت له، لو بده عمري كله بعطيه، ولما يا حب تقرب رح كمل عمري حد نار الطفيل وبرده نفيه. خلف الشتي جاي ربيع، ننسى الدنيا اللي اشترى واللي بيبيع، دنيا التعب بيدي خوف وهيب. خدني معاك وانت بقلبي بعدك على بالي، حبك إلك إلك وحدك صرت الايام المنسيه. لو كنت الروح اللي فيه طلعي مني. ما بقي عني بعيد، يبقى معي في الروح مهما غاب. قلبي معه حتى انت قلبي وحيد، ناطر انا رجوعه بيمحي العذاب. Yeah.
تاني عاشق هواها وغصب عني الشوق غلبني والشوق اناني. عنده الصوت وحدا عنده الاخلاق وحدا عنده كل شيء بيتطلب شخص انه يكون فنان. كان نهار اسود على المحل وسنينه. تعال يا الواد ياد، تعال يا انت يا، تعال يا المحل وحش ليه كده؟ ايه ده انت سايب الزباين قاعدين كده من الصبح؟ سلام عليكم. سلام عليكم، ازيك يا هاني؟ سلام عليكم. انت سايب الزباين ليه قاعدين ياد كده من الصبح ياد؟ فين اللحمه ياد؟ ادي الزباين لحمه. انا حاجه ابسط الناس، الناس لما بيبقوا مبسوطين وبيسقفوا ويضحكوا هي دي الحاجه الوحيده اللي بعرف اعملها. هغني لهم، ايه المشكلة يعني؟ بعرج خفيف مش مهم يعني، في مطربين فيهم حاجات كتير. انا ابليس، وزي ما انتوا عارفيني عندكو الشيطان. جاي ليه؟ جاي عشان عايز اتوب. مستغربين في شيطان بيتوب؟ بس هي تستاهل ان اتغير علشانها. الله اكبر الله الله اكبر. صدق انا ممكن اتغير. اشهد ان لا اله الا الله. لماذا لا أشعر بالحرية؟ لماذا لا أستطيع أن أفكر في النزول إلى الشارع مثل جميع الناس؟ لماذا لا أرى شوارع المدينة إلا من فوق أسوار الكنيسة؟ سيدي يقول أنه إذا نزلت إلى الشارع سيصرخ الجميع ويقولون الوحش المشوه، ولكن ما ذنبي أنا؟ من منا اختار شكله أو لونه؟ الجميع خلق كما يريد الرب، لا أحد اختار شكله ولا لونه ولا ديانته. لا للجوع، من اللي صار يرحمك. كمل لي مزهرات يا ما هتفهم. مش هخاف خلاص، ما بقيناش نخاف. حتى لو انا مت مليون شعب هيقول لك لا. لا للجوع ولا للظلم ولا للفقر، لا للخوف، لا للخوف ولا للاهانه. وهلا صار وقت اعلان القرار الحاسم. ابن الثورة وشعب الثورة صوت له. في رح تبين عم تطلع النتيجة. الف مبروك لاحمد الشيشي من مصر. الف مبروك لاحمد من مصر. النتيجة طلعت و الف نتيجة و الف مبروك لاحمد. تكتمل صورة الفاينلست لثلاثة. أحمد بينضم لسارة ونسمة بنهائيات الموسم الثاني. هم فخرين بيا ويرضوا عني ويدعوا لي. أحمد خلال مشوار 14 أسبوع بستار أكاديمي كلنا بنشهد إنه ما غلطت بحق حدا. لا يعني بجد والله بجد إنسان جميل جدا ويا بخت أهلي فيه. Besides AK, good friend, good motivational person. فيش حد بيرفكت، بس بحسه هو اكثر انسان قريب على البرفكشن بيناتنا هون صراحه ومن الناس. والله انا بتمنى الكره الارضيه كله تصير مثله يعني، انضرب فيه المثل والله العظيم. شخص ما ينفعش ما تحبوش. ارفع راسك انت مصري، ارفع راسك انت مصري.